أعزائي، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. اليوم 26 من مارس لعام 2020، ونبدأ بإذن الله حلقة هي الأهم من برنامج سعادتك في صحتك مع الدكتور ناجي، وهي بتخص COVID-19. وقبل ما أبدأ، فأنا عاوز الأول أنه نبقى ريلاكسد، لأنه بيتم اليوم إعداد سيناريو رائع لحل هذه المشكلة، وأنا بتابعه عن كثب، وهو الإطلاق غير المطلق والعزل النسبي، وده هتكلم عليه في أوانيه. لكن قبل حتى ما أشرح هذا الموضوع، فأحب أقول لكم الآتي، يعني حاجات من الحاجات الطريفة. إن اتصل بي صديق وقال لي: يا دكتور، أنا حاسس إن إحنا الكرة الأرضية تحولت إلى مستعمرة جوزان، يعني كل واحد خايف يقرب من التاني، بقينا خايفين من بعض. قلت له: وأزيدك من الشعر بيتا، ده مش كده وبس، ده مش كل واحد خايف من الناس وخايف من أصدقائه، ده كل واحد خايف من أعضائه، يعني الواحد خايف من إيديه لا تلامس عينه أو أنفه أو تلامس فمه، وهذا حقيقي. وعلى أي، وفي مواجهة محاولات التشويش وبث معلومات مغلوطة، وأدي أمثلة، اللي هو الكونسبيراسي ثيوري، نظريات المؤامرة الدولية بقى، عن إنهم إن الفيروس ده مصنع بيولوجيا، بيولوجيكال ويبون. طبعا ده كلام فارغ، وبيتهموا مين؟ الصين والولايات المتحدة. الصين هي المضار الأول في العالم، عندها أكبر عدد من المصابين، ويليها الولايات المتحدة نمرة 3، ما بينهم إيطاليا طبعا. واحد تاني بقى يبتدي بقى يعني يتحفونا بالعلاجات السحرية بقى، عن إنه الفيروس بيلزق في الميوكس، في الميوكوزا، ولا في الغشاء المبطن للحلق، ويقعدوا الفيروسات كده يعملوا قاعدة مع بعض يتشاوروا بعد كام يوم إمتى ندخل. شوف وبالتالي بقى حضرتك تلحقهم في جلسة التشاور دي، تجيب شوية محلول ملح وتحط عليه شوية خل، خلطات سحرية بقى زي خلطة فوزية الفيل، ومش عارف فصين توم، وتغرغر، فتلحقهم وهم في مجلس التشاور ده قبل ما يدخلوا، ناسين انه الحاجات اللي بتلزق في الغشاء المبطن للأنف والحلق دي لها حسب سايز معين، يعني جزيئات لها حجم معين. جزيئات الفيروس دي صغيرة جدا، بتبقى بنسميها للطلبة في الاير فيس، تدخل على طول، ما بتتشهرش بالكلام اللي بيقولوه ده. وبعدين يزيدنا برضو عن التشويش ان كل يوم بقى اكتشافات كاذبة، وجدوا علاج، وجدوا تطعيمات، وحاجات زي كده، ومنتظر، مستغلين طبعا حالة الذعر اللي فيها الناس. ولكن بقول انه من يعلم يحذر، ومن يحذر لا يذعر. وفي مواجهة نشر إشاعات اليأس عن الموت المحتوم وفناء ثلثين العالم، مش عارف يجيبوا الكلام ده منين، وبقت يبدأ يدخل علينا بعض الناس بفلسفات بقى، إن أغلقت أبواب المولات والسينمات والكافيهات وتفتحت أبواب التوبة. لهؤلاء أقول: أبواب التوبة مفتوحة قبل الكوفيد 19 وأثناء الكوفيد 19 وبعد الكوفيد 19. وكتبت يوما: ستظل عظمة الإنسان الحقيقية ليست هي في مقدرته اللانهائية على الابتكار والاختراع، وإنما في مقدرته على مواجهة كل محاولات التشويش اللي كلمتكم عنها واليأس. وفي مواجهة ذلك كان لابد من العلم والمعلومات ولا شيء آخر، وده اللي هكلمكم عليه النهاردة. السيناريو اللي بيتم إعداده النهاردة: الإطلاق غير المطلق والعزل النسبي، هنتكلم عليه لما نجيله. ويقولون: إن أردت أن تعرف مستقبلك فعليك أن تتطلع إلى ماضيك. يعني عشان نعرف السيناريو ده بيجيبوا لي وإزاي، كان لابد من إحنا ندرس في عجالة تاريخ الأوبئة الماضية. وقبل أن أبدأ، أحب برضو أقول لكم حاجة تاني. سألني
تلميذ الأمس وصديق اليوم طبيب شائع هنا في كندا عندنا، وقال لي حاجة طريفة جدا برضو لأن أنا مش عاوز تبقوا مشدودين. قال لي يا دكتور الصين ما رهاش إلا المصايب والأوبئة، ده من أول وباء الطاعون في القرن الرابع عشر وانتهاء بالكوفيد 19 في القرن 21 كله جاي من الصين. فقلت له طب انا عاوز وانا هعمل كده دلوقتي بالله عليك لما بتلفت حواليا في البيت وتلفت حضرتك وحضرتك هتلاقي كل حاجه مكتوب عليها صنع في الصين. اذا كان كل حاجه احنا عايشين فيها صنعت في الصين فبالمره الفيروسات، وهذا حقيقي بس عاوز اقولها بعيدا عن المزاح، فان ليه الاوبئه معظمها طلعت من اسيا والصين على وجه التحديد؟ الاجابه سهله، تعداد الصين 1.4 مليار، يعني تقريبا خمس العالم. 2، حركة الانتقال في الصين لاتساعها وعدد الناس كبيرة جدا. انت تعرف ان الصين عندها خطوط قطارات مش طرق برية، 33,000 كيلو خطوط القطارات سكة حديد، يعني شوف حجم الانتقال جوا الصين واللي يسمح بالانتقال الفيروسات والحاجات دي. والطيارات طوروا روحهم من سنة 2000 لسنة 2020، زودوا الحركة الجوية عندهم 10 مرات. طب تالت حاجة، انه عارف كم سائح بيطلع من الصين يروح العالم، وخاصة في وقت معين اللي هو حصل فيه الوباء اللي هو بداية السنة الصينية، بيطلع 150 مليون سائح. ولو عاوز تعرف اشمعنى الحكاية حصلت بهذه القسوة في البداية في شمال إيطاليا، شمال إيطاليا مش إيطاليا وفي فرنسا، لأن هي دي بيوت الموضة اللي فيها معظم المصممين بتاع الأزياء، فطلع الناس اللي هم الأكثر ثراء من عاصمة هوبي اللي هي المقاطعة الصينية اللي اسمها العاصمة اسمها ووهان، الطيارات بتروح دايركت على شمال إيطاليا وعلى فرنسا عشان ناس أغنية ويشتروا الحاجات المضات، فنقل نقلوا معاهم الفيروس بتاع كوفيد 19. واحد يقول لي طب اشمعنى ايطاليا على وجه التحديد؟ لان في شمال ايطاليا قلنا زي فرنسا ما فيها الموضه برضو، بس في شمال ايطاليا بقى العائلات متماسكه جدا جدا، يعني الصغيرين والشباب بيعتنوا بالناس الكبار، ونسبه المعمرين عاليه جدا في شمال ايطاليا وما بيحطهمش في دار المسنين. فهذا التقارب الاجتماعي أدى إلى أن إيطاليا بقت الأكثر تأثراً، وعشان كده بنقول من أحسن العلاجات التباعد الاجتماعي. وأنا على فكرة بعترض على هذا التعبير، هو مفروض يتقال التباعد البدني، physical distance، physical isolation مش social، لأن احنا مش معزولين اجتماعياً بسبب أدوات التواصل الاجتماعي اللي أنا بستخدم بعضها والسمارت فون بسبب كل هذا، احنا ما احناش في عزلة اجتماعية، انا مطلوب نبقى في عزلة بدنية. طيب نبتدي نحكي على تاريخ الأوبئة. نبتدي الاول، اول وباء انا مش عاوز اقف عنده لان ده الطاعون، ده اكثر الأوبئة، وحصل في منتصف القرن الرابع عشر بالضبط، وسموه الطاعون الأكبر أو الأسود، الموت الأسود والأكبر، دي كلها أسماء ليها، وده حصد 200 مليون من البشر، وكان جاي برضو من آسيا ومن الصين، جه مع كانت جاية المراكب وعليها موجود فران، والفران فيها براغيث والبراغيث بتسبب الحكاية دي. والطاعون ثلاث أنواع، طاعون في الغدد الليمفاوية، طاعون في الرئة يعمل التهاب رئوي ويعمل تسمم دمي، وكان بيخلي الأنسجة تبقى سودة، وعشان كده سموه الموت الأسود. 200 مليون. بس لن أتوقف عن الطاعون، أولا لأن الطاعون ده مش موضوعنا خالص، ده بكتيريا مش فيروس. واحد يقول لي طب هو دلوقتي في طاعون؟ آه ما زال في طاعون في العالم، حوالي 600 حالة في العالم بس. واحد يقول لي يا خبر يعني هيحصل تاني؟ استحالة. عارف ليه؟ لأن احنا عندنا فاكسين ضد الطاعون، وهو لأنه بكتيريا بيتأثر بمضادات الحيوية، فانسى موضوع الطاعون. أمال واحد يقول لي أنت هتكلمنا عن إيه؟ هكلمك على الأوبئة بسبب الفيروسات. يوجد نوعان من الفيروسات هما الأكثر تسببا في الأوبئة، اللي هو فيروسات الإنفلونزا وفيروسات الكورونا. نبتدي بفيروسات الإنفلونزا أو بيسموها الفلو.
حتى واحد يقول لي ايه علاقة كلمة انفلونزا بفلو؟ حضرتك ما لاحظتش ان فلو اف ال يو هي ثلاث حروف من منتصف كلمة انفلونزا، هي اختصار لانفلونزا، وهذا التعبير اطلق في سنة 1939. واحد يقول فهمنا اكتر، فيروسات الانفلونزا اللي بتعمل انفلونزا الموسمية اربعة انواع، A وB وC وD. الA والB والC هم اللي بيأثروا في الإنسان، الدي ملوش دعوة بالإنسان، يبقى الA والB والC. طب مين فيهم اللي بيعمل الأوبئة؟ الA هو بتاع الأوبئة، الA فيروس الإنفلونزا إيه بتاع الأوبئة. طيب هذه الإنفلونزا الموسمية عشان ما تتخضش، إحنا دلوقتي كل لحد لحظة بدء هذا البرنامج لن يصل بعد عدد حالات الكوفيد لنص مليون. واحد يقول لي ده رقم مفزع، مفزع، بس حب اقول لك الانفلونزا الموسميه في السنه بتصيب كام؟ خمس البشر، يعني اكتر من بليون، احنا اقل من نص مليون. بس اقول لك يعني مش هنهول، لا تهويل ولا تهويل. بيحتاج كام واحد يروح المستشفى من الاكتر من بليون دول في الانفلونزا الموسميه في السنه؟ من 3 ل 5 مليون. طب كم واحد بيتوفاه الله غالبا من التهاب رئوي؟ 300,000 الى 650,000 في العام بيموتوا من الانفلونزا الموسميه. نرجع بقى، قلنا ان في الفيروسات الاربعه بتوع الانفلونزا A و B و C و D، اللي ثلاثه منها الA والB والC بس اللي بيصيبوا الانسان، وA هو بتاع الاوبئه، حصل بسبب هذه الانفلونزا الموسميه اربع اوبئه، ثلاثه في القرن الماضي في القرن العشرين وواحد في القرن الواحد وعشرين. نبتدي الثلاثة بتوع القرن العشرين. أشهرهم كان الإنفلونزا الأسبانية Spanish Flu، وبيتسبب فيها فيروس إنفلونزا A H1N1، ومش لعامة الناس، إنما الحتة دي يسمعها صغار الأطباء. إن إيه حكاية H1N1؟ أفهمك، قلنا إن أي فيروس عبارة عن حمض نووي حواليه غلاف من البروتين. غلاف البروتين في ال H1N1 بيحتوي على نوعين من البروتينات، H دي الانيشال بتاع كلمة هيم أجلوتينين، وN الانيشال بتاع كلمة نيورو أمينو ديزيس. يبقى لما بنقول فيروس H1N1 فده بيعني الـ H والـ N اللي هما البروتينات اللي في الغلاف اللي حوالين الفيروس. فده عمل الـ H1N1 الإنفلونزا، ده عمل أهم وباء بسبب الإنفلونزا اللي هو الإنفلونزا الأسبانية، وأحكي لك عنها شوية. حصلت في سنة 1918 وده كان في أثناء الحرب العالمية الأولى، حصل هذا الوباء. وابتدى فين حتى؟ ابتدى في يناير 1918 وانتهى في ديسمبر 1920. وبسبب ظروف الحرب قررت الدول انها ما تحكيش للمواطنين على في وباء عشان ما حالتهم المعنويه. الدوله الوحيده اللي عملت برودكاستنج ونشرت ان في وباء كانت هي اسبانيا، عشان كده سميت الانفلونزا الإسبانية، برغم انها ما كانتش في اسبانيا بس، كانت في كل اوروبا والولايات المتحده وفي العالم كله. وهذا النوع من الانفلونزا اصاب 500 مليون من البشر، وكان البشر يومهم 2 مليار، اي اصابت ربع البشر. مات منهم كام؟ بيقولوا من 17 ل 100 مليون بمتوسط 50 مليون، يعني حوالي العشر. يبقى اللي اصاب ربع العالم 500 مليون من 2 مليار، واللي مات 50 مليون. يعني عشان لو عاوز تحسب نسبة الوفاة كانت عالية، 1 على 40 في العالم مات بسبب الإنفلونزا الآسيوية. تاني وباء كان أخف منه كتير، اللي هو برضه بسبب فيروس A، بس في الحالة دي بقى ما كانش H1N1، كان H2N2، مش مهم الكلام ده خالص، كانت الإنفلونزا الآسيوية. وحصدت من الأرواح 2 مليون بس، وكان ده في عام 1957. ثم ثالث وباء حصل في القرن العشرين بسبب الانفلونزا برضو، الA كان بتاع هونج كونج في سنة 1968 وحصل مليون بس. يبقى طبعا يبقى
أهم وباء هو الوباء بتاع الإنفلونزا الإسبانية بتاع الحرب العالمية الأولى، اللي هو حصد 50 مليون من البشر، لأن اللي بعد كده بتاع آسيا 2 مليون وبتاع هونج كونج 1 مليون بس. وحصل غلطة هنتعلم منها دلوقتي، إنه لما جه أول صيف بسبب الرطوبة والحر قلت عدد الحالات جدا، فالناس فرحوا وافتكروا الوباء انقضى وبطلوا ياخدوا بالهم، ولكنه عاد تاني في الشتاء التالي وبصورة يعني أكثر ضراوة وقسوة. ودي هنتعلم منها، لأنه من يعلم يحذر ومن يحذر لا يزعر، قلنا هذا الكلام. رابع وآخر وباء بسبب الإنفلونزا الموسمية اللي هو حصل برضو بسبب الـ AH1N1 اللي هي إنفلونزا الخنازير أو الطيور، اللي حصلت في عام 2009. هذا النوع من الإنفلونزا كان في حاجة غريبة جدا، إنه ما استهدفش كبار السن، حاجة ما نعرفش ليه، من عند ربنا، وأدى حصد أرواح 250 لنص مليون، لدرجة إن منظمة الصحة العالمية الـ World Health Organization قالت ما هو ده العدد اللي بيموت من أي إنفلونزا موسمية في كل سنة. اللي نقدر نقول إنه مات بسبب إنفلونزا الخنازير والطيور مؤكدا هو فقط 18 ألف، لأن في المتوسط كل سنة بيموت هذا العدد من الإنفلونزا الموسمية. كنا قلنا من 300 إلى 350 ألف، في هذه السنة حتى مات 250 إلى 500 ألف. دي الأربع أوبئة اللي حصلت بسبب فيروس الإنفلونزا. ننتقل بقى لموضوعنا وهو فيروس الكورونا. الكورونا فيروسز زي ما الإنفلونزا فيروسز قسمناهم لأربعة أنواع، A و B و C و D، وقلنا الثلاثة الأولين هما اللي بيصيبوا الإنسان والA هو اللي بيعمل أوبئة. الكورونا فيروس، وكنت قلت لكم ليه سموها كورونا فيروس، لأنه في نتوءات في الفيروس بتبقى واخدة شكل الكورونا، يعني شكل L تاج. دول برضو أربعة أنواع، بس مش A و B و C دي زي الإنفلونزا فيروسز، إنما هنقول ألفا وبيتا وجاما ودلتا. دول الأنواع الأساسية الأربعة، فيهم سب تايبس يعني أنواع رئيسية وفي أنواع فرعية. منهم سبع أنواع فقط بتصيب الإنسان، سبعة بس، ومئات بتصيب بقية الحيوانات. طب أنهي نوع برضو زي قلنا في الإنفلونزا الإيه هو بتاع الأوبئة، أنهي نوع في دول بتوع الأوبئة؟ اللي هو هنا البيتا تايب، حتى بقولها عشان ما تنسهاش، البيتا الله يخرب بيته، هو ده بتاع الأوبئة البيتا، وده متعلق على فكرة بالباتس، حتى هي ماشية البي مع البي، يبقى البيتا هو بتاع الباتس، يعني الباتس اللي هم الخفافيش. ودي لمن لا يعلم ان في كيف تكسب المليون، مين اكتر انواع الثدييات في العالم؟ الخفافيش الباتس، برغم ان احنا مش شايفينها لكنها في الكهوف، ولكن السرب الواحد من الخفافيش ممكن يبقى فيه 20-30 مليون. فهي دي الباتس هي اللي بتحتضن، هي المستقبل الأول للبيتا كورونا فيروس اللي هو عمل لنا وباء السارس وعمل لنا دلوقتي الكوفيد 19. وبيتم تحور هذا الفيروس داخل البات وطيور أخرى أو ثدييات أخرى آسف، وبعدين ينقله الإنسان، يبقى يطوره بحيث يتنقل الإنسان. وهنا يوجد عندنا وباءان في الحتة دي، السارس اللي هما بيسموه سارس كورونا فيروس 1، وده حصل في سنة 2003، واللي احنا فيه دلوقتي اللي هو بيسموه على فكرة سارس كورونا فيروس 2، يعني سارس كورونا فيروس 1 النهاردة سارس بيسموه سارس برضو كورونا فيروس 2 أو كوفيد 19. ايه الفرق ما بينهم بقى؟ ان السارس بتاع 2003 كان اقل انتشارا، تصور اصاب كم حالة فقط؟ 8000. وكم حالة ماتت؟ كان اكثر قتلا حوالي 20، لو عاوز على وجه التحديد 747، بس بالآخر رقم بسيط. وهقول لك ليه السارس برغم انه كورونا فيروس الانسان تخلص منه بسرعة جدا بتاع سنة 2003. اما اللي احنا فيه بقى اللي هو الكوفيد 19 او السارس كوفيد كو فيروس في 2، بيسموه كده سارس كورونا فيروس 2 اللي هو الكوفيد 2، فده بقى اكثر انتشارا وأقل قتلا.
أكثر انتشارا، بحيث إن إحنا لحد لحظة الحلقة دي العدد قارب على 500,000، مش زي في السارس كانوا 8000 حالة لكنه أقل قتلا. هناك بيموت 10%، هنا في أقصى التوقعات بيموت 3%. هنتكلم عنه دلوقتي بالتفصيل أكتر. عارف الخطر بتاع الكوفيد 19 الأكبر هو الإمباكت، تأثيره على الاقتصاد بالإجراءات المتخذة دلوقتي عشان نحد منه، فأدت بيقولوا إلى أضرار اقتصادية تماثل الجريت ديبريشن، الانهيار الأكبر اللي حصل بسبب الانهيار في البورصة. وكان ذلك في المعلومات العامة في بيسموها الثلاثاء الأسود في 29 أكتوبر في سنة 1929. أنا شخصيا فاكرها 29 أكتوبر في سنة 1929 كان انهيار في البورصة في يوم الثلاثاء الأسود. وحصل واحد تاني في 2007 و2008 اللي هو اسمه Great Financial Crisis، الأزمة المالية الكبرى. هنا كانت في الرهن العقاري، انه بقى يعني الناس تشتري بيوت وما تحطش اي ديبوزيت اي فلوس، فحصل انهيار في الاقتصادي. خطورة الكوفيد 19 الأساسية دلوقتي مش الصحية بس، انما تأثيرها على الاقتصاد، فدي مهمة جدا نبقى عارفينها. وبعدين بقول الآتي، واحد يقول لي طب انت قلت لنا دلوقتي ان في نوع، يوجد نوعان من الفيروسات اللي هو الانفلونزا عملت اربع اوبئة، والكورونا اللي عملت وبائين. طب احنا سمعنا عن حاجة اسمها ايبولا فيروس. ايبولا فيروس ده برضو عاوز تاخد معلومات عنه، ده حصل في غرب افريقيا في سنة من 2013 ل 2016، أصاب 30,000 بس، بقى نسبة المورتاليتي بتاعته الوفاة فيها رهيبة 40%. بس انسى ده مش كورونا فيروس، خلينا في الكورونا بتاع الكوفيد. طبعا بحب برضو أعيد تاني انه احنا المعايشة والمخالطة المريض هي دي الأساس العدوى او للحامل للفيروس. وطبعا قلنا الكحة والعطس، والنهاردة زودوا حتى التوكينج، عشان كده قالك لازم يبقى فيه سوشيال ديستانس، اللي انا ما بحبهاش، انا بقول فيزيكال ديستانس، يعني تباعد بدني ليس اجتماعي، لان احنا بنتواصل اجتماعيا بالسمارت فون وعلى السوشيال ميديا. وقلنا لازم طبعا اللي بيكح يغطي بقه، يا اما بتيشو يا اما بكؤه، دي حاجه مهمه جدا. وملامسه السطوح، وطبعا المصيبه بقى الاحضان والتقبيل، ومشاركه الاكل والادوات، كل ده بيؤدي الفيروس. لكن عشان برضو في ناس بتخاف، ما تبقاش وانت ماشي في الشارع خايف، لا تشمل المشي في الشارع بجوار شخص مصاب اذا كنت في ديستانس معقولة، او لا تشمل ان انا لو جلست لفترة قليلة مع واحد مصاب بس محتفظ بالسوشيال ديفرنس، سواء في الحجرة او في المكتب. وهنشوف ده ازاي هم يعني وضبوه في السيناريو اللي بيعدوه لنا دلوقتي. يبقى اتكلمنا على ماضي الاوبئة، طب تعالى نركز بقى على ما نحن فيه ثم على المستقبل. ما نحن فيه هو الكوفيد 19 اللي هو بيسموه سارس كورونا فيروس 2. خلاص تعالى نتكلم عليه. انا عندي شوية حاجات احب اقولها لكم، في جود نيوز وفي باد نيوز. تحبوا تبدأوا بايه؟ انا اتصور في الاغلب الناس، انا مش سامعكم، بتحب تقولي نبتدي بالجود نيوز. ففي سبعة جود نيوز حوالين هذا الفيروس. واحد، ان مش كل واحد اصابه الفيروس يبقى هيموت. ان اول حاجة ان 80% من اللي هيجي لهم الفيروس هيبقى عندهم اعراض خفيفة او لا اعراض على الاطلاق. فقط 14% هيبقى عندهم اعراض شديدة، و6% مش هيموتوا، اعراض خطيرة نصهم في أقصى التقديرات ولا يموت. فالموضوع مش مخيف لهذه الدرجة. الإصابة بالكورونا ليست تساوي الموت، 80% أعراض خفيفة جدا أو لا أعراض على الإطلاق. دي أول خبر جيد. تاني حاجة، نسبة الوفاة في الشباب اللي هم تحت 50 سنة، وهنستخدمها في السيناريو اللي هم بيتفقوا عليه، أقل من 0.5%. تصور
يعني لو الناس اللي تحت 50 سنة لازم يبقوا أكثر شجاعة، لأن الوفاة أقل من نصف المية، مش عالية زي في كبار السن. ثالث حاجة، طب بالنسبة للأطفال، فلذات أجبادنا، تصور وجدنا الأطفال دول أقل عدوى، والوفاة تقريبا ما فيش حالات مسجلة للأطفال. دي ثالث حاجة. طب نمرة أربعة، إن يمكن إن إحنا ما يحصلش الكلام ده لو حافظنا على، خليني بقى استخدم تعبيري، التباعد البدني، اللي هم بيسموه خطأ التباعد الاجتماعي، لان احنا بنتواصل، احنا متباعدين بس بدنيا، ده فاعل جدا جدا. طب وليه عاملينه بضراوة في هذا الوقت؟ هقول لك ليه. عشان خاطر احنا بنحاول نكسب وقت، بنحاول التزايد في عدد الحالات يبقى قليل حتى يستعد العالم، مش بعدد الأطباء على فكرة، مش هنخرج أطباء في شهر وشهرين، يستعد بالمستشفيات، يعني عدد الأسرة، وبالمعدات، وأهمها على الإطلاق اللي هو ماسكات الأكسجين والفنتليتور اللي هو أجهزة التنفس الصناعي. طب خامس حاجة من الأخبار الجيدة، إن التطعيم بإذن الله قادم، بس بعد 12 ل18 شهر. ومش كده وبس، ده في علاج، بس مش علاجات مؤكدة، عشان ما نحطش أمل زائف. إن وجدوا إن علاجات الملاريا 100% بتقلل من احتمالات الوفاة، بس عيب علاج الملاريا إنه بيؤذي الكلى وبيؤذي العين والشبكية، وليه حوالي 7-8 مضار، يعني له أعراض جانبية. وطبعا الأدوية الفيروسات بتدي يعني نتيجة، بس عيبها إنها غالية. فبإذن الله هيبقى فيه فاكسين، وبإذن الله في شوية علاجات موجودة دلوقتي. طب سابع خبر جيد، اسمع ده بقى كويس قوي، السمر مانث اللي هو الشهور الصيف، وجدنا ان هذا الفيروس عملوا ابحاث تحت درجة 17 مئوية وفي وجود رطوبة قليلة بينمو جامد، وهو ده الحادث دلوقتي في الشتاء، خاصة في المنطقة اللي انا بكلمكم فيها اللي هي نورث امريكا ونورث يوروب. لكن لما الحرارة هترتفع فوق 17 وتوصل الثلاثينات والجو يبقى أكثر رطوبة، يقول لك حتى جار جو حار رطب، هو ده اللي بيقلل الفيروس، الجو الحار الرطب. فبإذن الله في الصيف القادم هنلاقي تقلص ضخم في عدد الإصابات. ده خبر جيد، بس قلنا خد بالك إن إحنا ده مش معناه إن إحنا هنتكاسل ونسيب روحنا، لأن بعد الصيف بيجي شتاء، إنما هنستغل هذا الصيف اللي هيحصل فيه نقص في الزيادة في الحرارة ورطوبة، ودي بتنقص عدد الفيروسات. طب نمرة سبعة، إن إحنا من الأخبار الجيدة إن إحنا تعلمنا من يعلم يحذر. وهقول لكم حاجة، لن تعود الحياة تاني بعد كوفيد-19 إلى طبيعتها. كوفيد-19 ده هيقسم التاريخ البشري إلى ما قبل كوفيد-19 وما بعد كوفيد-19. يعني بتذكر هنا مقولة أم كلثوم، وعايزنا نرجع زي زمان، قل للزمان ارجع يا زمان. وبتذكر مقولة طلب أو أغنيته هو بيقول، ودع هواك وانساه وانساني، عمر اللي راح ما هيرجع تاني. واحد يقول يعني ايه ده انا هعمل عليها حلقة، وجه الحياة هيتغير، وده جزء من السيناريوهات اللي بيعدوها دلوقتي. فدلوقتي هيخلوا في حالة من التباعد البدني بين الناس، وبدأوها دلوقتي السيناريوهات بيجربوها في كل المكاتب قبل ما تعاود الشغل يفتح تاني، ابتدوا يحطوا المكاتب على أبعاد تدي المسافة الآمنة اللي هي بيقولوا ما تقلش عن متر ونص، في ناس بيقولوا متر وناس بيقولوا 2 متر، قالوا متر ونص. حتى وانت داخل في الطرقات وانت رايح شغلك، او انت داخل السينمات، او انت داخل مولات، دلوقتي ابتدوا يحطوا خطوط تيبس تمشي عليها عشان تضمن التباعد، انك انت تراعيها ما تقربش. عدد الناس اللي هيركبوا الاسانسير هيبقى مقنن، اللي هيتواجدوا جوه سينما، اللي هيدخلوا جوه بنك، اللي هيبقوا موجودين في مول، اللي موجودين جوه محل، هتتغير شكل الحياة انه لضمان. وعلى فكرة ده مش بس عشان الكوفيد-19، ده هيقينا من كل الفيروسات التانية اللي هي بتبقى عن طريق عدوى تنفسية. فقلت لك الدنيا بيعدوا سيناريو جديد، والوقت بيعملوه.
مش كده وبس واعمل عليه حلقه باذن الله كامله. مش الحاجه تاني، الناس هتبقى اكثر حرصا، مش هنتعلم بقى دونت هاج اند كيس. انت من حقك حضرتك تقبل شخص واحد وتاخد نصيبك معاه اللي هو زوجك او زوجتك او ما شابه. خلاص المنتجات هيعملوا منتجات، لا يعني لا يعني ما بتلزقش الفيروسات، بتطردها والغبار والحاجات دي، كل ده هيحصل. وبعدين دلوقتي هيخلوا عدد التلامس ان احنا نلمس حاجات مشتركه هتبقى قليل، هيعملوا حاجه اسمها فويس اكتيفيشن هيزيد اكتر. انت ما بتدخل مول بتلاقي الحنفيات بتغسل ايديك بتفتح لوحدها وتقفل لوحدها وتحط ايدك ينزل لك ورق لوحده كده الكتريكال. كل ده هيزيد وهيبقى ايفن في البيوت اكتر. ايفن مش هبقى واقف قصاد كاشير في كثير من المحلات، هاخد بضاعتي بنفسي وانا ادفع اعمل لها سكانينج وادفع الحاجات دي، وهيخلوا التلامس قليل. حاجات كتيره هتبقى بالصوت فويس اكتيفيتد، وهيتم مراقبه رهيبه جدا للاغذيه. هقول ده لما اتكلم على السيناريو. دي كانت الاخبار السبعه الجيده. نيجي للاخبار السبعه، بلاش اقول السيئه، خلينا اقول الغير جيده. واحد، منين جت خطوره كوفيد 19؟ يبقى في سبعه جيدين في قصادهم سبعه سيئين. ان المرض كل مريض بيقعد نمره واحد في المتوسط ثلاثه. في معظم انواع الانفلونزا الموسميه واحد بيعدي واحد. طب افهمك ايه الفرق؟ لما واحد يعدي واحد يبقى عدد الحالات ما يتزايدش بالطريقه الرهيبه دي. لكن لما واحد يعدي ثلاثه يبقى العدد هيقعد يتضاعف متوالي هندسي. كلنا عارفين. وده بيسموه في العلم الاحصائيات الار. فالار اباف 1 هو ده اللي حاصل دلوقتي، وده بيخلي العدد بيتزايد. نجحت الصين في انها تخليه اقل من واحد يبقى العدد هيتناقص، واحد يبقى العدد ثابت. عيب الكوفيد 19 انه الار بتاعته الواحد بيعدي في المتوسط ثلاث اشخاص. طب نمره اثنين، انه العدد بيتضاعف كل كام يوم، وده اللي ملاحظينه في الاحصائيات كل اربع لخمس ايام. يبقى دي ثاني حاجه متواليه هندسيه. ثالث حاجه، سهوله العدوى المتناهيه مقارنة بالإنفلونزا الموسمية. يعني الجرعة من الفيروسات اللي تحتاجها عشان يجي لك المرض قليلة قوي. تمام؟ بيبقى العدوى أسهل 3 ل 10 مرات في الكوفيد 19 عن الإنفلونزا. طب نمرة أربعة، مدة العدوى. الشخص بيقعد الآخرين في المتوسط 4.5 يوم إلى 7 أيام ونصف. من 4.5 إلى 7.5، وده زي السارس. لكن في الانفلونزا بيبقى اقل. طب نمره خمس، ودي اللي خطيره قوي، ان الشخص بيبدا العدوى قبل ما تظهر عليه اي اعراض. فهو ما عليهوش اعراض، فالناس مش واخده اخوانه بالبلدي كده، مش فبيعديهم، وده على خلاف السارس. ليه قضينا على السارس؟ ان السارس ما بيبداش يعدي الا لما الاعراض تظهر، عشان كده اي واحد تظهر عليه اعراض كانوا يعزلوه انتهى المرض. انما في الكوفيد لا، بيبدأ الشخص يعدي قبل ظهور المرض بيوم يومين. يعني بطريقة أخرى، إن الكوفيد 19 لم الحاجات السيئة في الإنفلونزا وفي السارس. يعني مدته العدوى طويلة كما السارس، وبتبتدي قبل الأعراض كما الإنفلونزا، فلم المساوئ. خلاص؟ طب نمرة ستة، إن 80% من المرضى لا تظهر عليهم أي أعراض أو أعراض خفيفة، فبينزل وفي نفس الوقت هو معدي. نمرة سبعة في الأخبار الغير جيدة، إن حتى الآن لا يوجد فاكسين ولا يوجد علاج فاعل. طيب ننتقل بقى للجزء المهم بتاعنا، وهو السيناريوهات البشرية المحتملة. طب واحد يقول لي أنت ليه بتقول سيناريوهات بشرية؟ هو في سيناريو إلهي؟ آه طبعا في سيناريو إلهي، دائما في الحياة في سيناريو إلهي. يعني أديك مثال بس اعتبرها دي يعني نقطة خارج سياق موضوعنا. ممكن ربنا يعمل تغيرات بيئية تؤدي إلى اختفاء الفيروس، وإحنا بنشوفها في حاجات تانية. أنت في البقع الشمسية اللي هي عبارة عن موجات رهيبة كهرومغناطيسية، ساعات بتبقى عنيفة جدا بتصيب الأرض وبتعمل بلاك أوت، قطع في الكهرباء لمدن كبيرة جدا، شفناها هنا في كندا وفي أمريكا، تنقطع الكهرباء تماما. من أدراك إن ربنا ممكن يعمل موجة كهرومغناطيسية أو ما حاجة تشابهها تؤثر في الفيروس؟ في طبعا سيناريوهات إلهية.
ساعات بنلاقي الفيروس وشفناها كتير بيتطور للصورة الأقل خطورة، مش لازم يتطور إلى الصورة الأكثر خطورة، إنما نستثني هذه السيناريوهات الإلهية ونركز في السيناريوهات البشرية المحتملة، وأهمها اللي قلناها اللي هو الإطلاق غير المطلق والعزل النسبي. إنما أبتدي بأول حاجة، أول سيناريو منتظرينه أنه اكتشاف تطعيم أو علاج للفيروس، وهذا هيحدث بإذن الله. اكتشاف الفيروس بس ليه ثلاث عيوب. واحد، أنه بياخد من 12 شهر 18 شهر. واحد يقول لي ليه؟ أصل الموضوع في اكتشاف الفيروس مش حضرتك هتمد إيدك تحت الكرسي تجيب صندوق. الاكتشاف ده ستيجز، في ست خطوات لاكتشاف الفيروس وإنتاجه بصورة تجارية، ست خطوات. حتى المرحلة الستيج الكلينيكال ستيج لوحده بيبقى ثلاثة فيزيس، وده اشرحه ده لوحده. يعني انت دلوقتي توصلت الفيروس، لسه جربه على الناس، ففي أول فيز بنجربه على عينة صغيرة جدا لا يكون حاجة ضارة جدا، وبعدين في المرحلة الثانية بنجربه على مجموعة مماثلة للمجموعة المستهدفة. يعني انا عاوز ادي الفيروس لناس كبار في السن، يبقى لازم اجربه على كبار السن، لشباب اجربه على شباب لعندهم حاجة معينة مرض معين أجربه، يبقى لازم مجموعة مماثلة للمجموعة المستهدفة. نمرة ثلاثة، في الفيس ثلاثة في التجربة الإكلينيكية لازم نجربه على عدد كبير جدا من البشر عشان نشوف مدى أمانه ومدى فعاليته. عشان كده الفيروس حتى لو ما بيكتشف بياخد ستيجز عبال ما يطلع، لكن نحن نعلم يقينا أنه بإذن الله في غضون 12 شهر ل 18 شهر هيكون عندنا فاكسين. أما العلاج فنتمنى. طيب ده السيناريو الأولاني، إن يتوصلوا الفاكسين وعلاج يبقى الحكاية خلص، لكن ليه ثلاث عيوب قلنا إن هو لسه بعيد، وبعدين نمرة اثنين إنه مكلف، ونمرة ثلاثة إنه حتى لما هنعمل فاكسين هنضطر كل سنة نغيره لأن الفيروسات بتتحور. نيجي السيناريو الثاني. السيناريو الثاني حكى عنه ترامب، قال يا جماعة إن العلاج والتدابير المتخذة أصبحت أكثر كلفة من مشكلة المرض نفسه. بمعنى إن إحنا الاقتصاد في حالة انهيار، تخطى قلت لك الأزمة المالية الكبرى الجريت فاينانشال كرايسيس، وتخطى الجريت ديبريشن، فإحنا لا يمكن هنستمر بذلك. طب إيه اللي في مخ السيد ترامب؟ أنا أقول لك اللي في مخ بس هو لم يصرح به. نسيب الموضوع للانتخاب الطبيعي والهيرد اميونيتي، اللي هو الناتشرال سيلكشن والهيرد اميونيتي، يعني ايه؟ الناس ترجع شغلها، الحياه تعود الى طبيعتها، اللي يصاب يصاب، ومع الاعتذار اللي يتوفاه الله يتوفاه الله، لانه مهما كانت تكلفه المرض فاقل من الخساره الحاليه. الناس هتفلس، الناس مش هتلاقي تاكل، الناس بيجي لها انهيارات نفسيه من الحكايه دي. فدي تاني سيناريو، ان سيب الناس وزي ما حصل في كل الاوبئه في العالم كل واحد ياخد قدره. طبعا ده لن يعمل به. اما السيناريو الثالث وهو اللي بيعد لي وهو الافضل والاقرب، ما فاضلوش كتير عشان يحصل، هم منتظرين اذا حبيت تعرف يستغلوا فتره الصيف مع الايسترن، يعني لان زي ما قلت لك مع الرطوبه والحر هتتقلص الامر، وفي نفس الوقت بيعدوا سيناريو ضخم جدا اللي هو قلت لك الخطه اللي بيعدوها اللي هو الاطلاق غير المطلق والعزل النسبي، وتعالى اشرحها لك. هم قالوا ان تجاه الكوفيد 19 بينقسم البشر الى نوعين، من هم تحت صغيرين في السن وخاصه تحت 50 سنه، هذه هي الفئه الاكثر انتاجا، دي اللي بتشتغل وبتشغل الدنيا وهي الأقل تأثرا، ده بيموت فيهم بس في أقصى حالات 0.5%. طب وإحنا لو حتى قعدنا نفكر طبقنا أسوأ سيناريو الفيروسات وهو سيناريو الإنفلونزا اللي هي الأسبانية أصابت ربع العالم، نفرض أن ربع العالم هيجيله، وبعدين قلنا في الفئة دي هيموت 0.5%، يعني 1 على 200، يبقى ما تحسب في فئة اللي تحت سن 50، يعني نتمنى ما حدش يتوفاه الله، هيموت 1 من كل 800، ما هو 1 في كل 200 من المصابين، واللي هيصاب 1 من كل 4 من الشباب، يبقى اللي هيموت 1 على كل 800. فانت مش هنفقد
ونجيب انهيارات نفسية وفلس وجوع ل 799 عشان واحد هيتوفاه الله، ومع ذلك الواحد ده هنحرص عليه ان هو خطة الاطلاق غير المطلق اللي هو في محاذير اللي هي كلمتك عنها واعمل عنها حلقة كاملة، اللي هي التباعد البدني اللي بيعد له اليوم ان هو المكاتب هيبقى فيها اعداد معينة على ابعاد معينة، الطرقات اللي هنروح ونيجي فيها نمشي على ابعاد معينة، الكاباسيتي سعة السينما هتاخد بحيث تسمع المصاعد، البنوك، المصالح الحكومية، لن يكون شكل العالم بعد كوفيد 19 كما كان قبل كوفيد 19، فحتى في المنتجات، في اللبس، في الأجهزة سيتغير وجه الحياة، وهذا ليس فقط لصالح كوفيد 19 ولكن لكل الفيروسات التي تسببت الأوبئة الأسوأ لأنها كانت عن طريق التنفس، لأن أنا ممكن لو وباء زي وباء الكوليرا كان بيبقى ليه محدود لأنه عن طريق الأكل والشرب، أنا ممكن أتحكم فيما أكل وشرب وعقمه كويس، لكن هتحكم في الهواء إزاي؟ دي حاجة صعبة. فعشان كده هما دي الفئة اللي قلت اللي هي الأكثر إنتاجا وأقل تأثرا. نيجي بقى الـ 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 العزل النسبي، قالوا إن مين الفئة اللي مات فيها عدد كبير، اللي يموت فيها عدد كبير، اللي هي الناس اللي فوق سن المعاش 60 أو 65، وطبعا كل ما يزيد السن فوق 70 فوق 80 يبقى الفئة دي نعزلها، لكن عشان الناس دي ما تخافش عزل نسبي، يعني الناس دي اللي على المعاش خلاص هو قاعد في بيته، اللي كبير في السن وقاعد في السن نطلعه على المعاش، ما هو طبعا لازم نوايم لصالح المجتمع كله، هو اوريدي فاضل له مده قصيره ويطلع، يشجع ان هو يطلع ولازم يطلع في هذه الحاله، ويراعى بقى في هذه الفتره القادمه انه يبقى في حاله عزل نسبي، يعني فكره التضامن الجامد ده ان لازم الناس الصغيرين والشباب يزوروا، لا، لان ده الفئات الاكثر عرضه. وهنا معرفش طبعا في البلاد الاقل هيعملوا ايه، 100% الوضع الاقتصادي هيبقى صعب شويه، قال لك انه ممكن الحكومه تتولاهم بانه يتكلم في التليفون ويقول انا عاوز البقاله الاتيه وعاوز الحاجات دي، مفيش داعي ينزل بنفسه ونجيبها له بالسعر اللي بياخدها هناك، وتتولى الحكومه تجيبها له وتحطها له بره الباب بتاعه ياخد الحاجات، حتى هيقولوا له حاجات معينه بداوها دلوقتي، ان بيقول لك انك انت ما تقابلش الشخص اللي جاي، هو هيسيب لك الحاجه انت دفعت بقى باستخدام الكريدت كاردز، ويقول لك ما تدخلش الكراتين، شيل الاكل فيها والكراتين دي ارميها بره من الاول. طيب نمره 2، قالوا ان هم مش هيسيبوهم كده، عاوزين الناس تخرج، هيسمحوا لهم بالخروج في اوقات معينه، ما في عارف زي في حمامات السباحه لما يوم ساعات نقول يوم للسيدات عشان ما يحصلش اختلاط، هو هيبقى في يوم للناس الكبار في السن عشان خاطر يروحوا حمام سباحه، يروحوا سينما، يروحوا كافيه، يروحوا بيتش مخصص ليهم، يبقى عزل نسبي. دي الخطه التي يعد لها العالم الان، وهي الاطلاق الغير مطلق والعزل النسبي، وبداوها دلوقتي في المصالح اللي بتشتغل، ابتدوا يجربوها، ازاي هيقعدوا الناس في المكاتب، ازاي هيمشوا الناس في الطرقات، كم واحد هيدخل السينما، كم واحد هيركب الاسانسير، كم واحد هيروح المصلحه الحكوميه، المواصلات العامه هيبقى شكلها ازاي، المصرح بيها. لكن طبعا احب اقول ان الحكايه دي هتبقى ذات كلفه عاليه جدا، لانك انت عشان تمنع سياسه علب السردين اللي هي كانت أقل كلفة وتعمل تباعد بدني، دي هتبقى، لكن هذا هو الحل لهذا الوباء، ويمنع بإذن الله تأثيرات أي وباء آخر قادم. وقلت هتتغير المنتجات واللبس وكله لما يمنع، وما فيش حكاية التاتش، أنا ألمس وأنت ترجع تلمس، فويس أكتيفيشن واللمسة هيبقى في أقل الحاجات، وهنبقى أكثر وعيا، تعلمنا. هو دي الخطة اللي هي السيناريو الذي يعد تقديمه الآن، الإطلاق غير المطلق والعزل النسبي. وقبل أن أختم أحب أن أوجه تحية واجبة ومستحقة لكل أفراد الهيئات الطبية في كل دول العالم من تمريض وأطباء، لأن بينما يهرع الناس جريا عند سماع لفظ كورونا أو كوفيد 19 كل الناس تجري، بيتقدم هؤلاء أفراد الهيئة الطبية في الاتجاه المعاكس صوب المرضى لإنقاذهم. فتحية واجبة ومستحقة
مستحقة من كل القلب لهؤلاء. ولذلك سميت مهنة الطب بأنها المهنة النبيلة، لأن الإنسان فيها بيفكر فيما للآخر في هذه الأوقات وليس فيما لنفسه. فمن يمتهن هذه المهنة لازم يبقى فخور بنفسه، وفي نفس الوقت بأسأل الله لكل هؤلاء أن يحفظهم الله في هذه المهمة الإنسانية التي يقوم بها في هذا الوقت. وحتى ألقاكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج سعادتك في صحتك مع الدكتور ناجي. أسأل الله للجميع دوام الصحة وزوال الغمة. شكرا جزيلا.